حياكم الله مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة آفاق للتحليل الإحصائي والأبحاث العلمية وسلسلة دروس معادلات الإحصاء في برنامج الإكسل. رح نحكي اليوم عن المعادلة binom.test. البينوم.دست وهي أحد المعادلات الإحصائية في برنامج الإكسل. اختصار هذه المعادلة البينوميال ديستريبيوشن أو التوزيع الثنائي. تستخدم هذه المعادلة في ثلاث شروط. الشرط الأول إنه يكون عندي يعني نتائج اختبار التجربة له بس احتمالين، يعني مثلا زي نجاح ورسوب، زي مثلا موت وحياة، لو مثلا بدي أرمي كوين كتابة وصورة وهكذا. تاني شرط إنه تكون التجارب مستقلة، يعني النتائج اللي بتترتب على التجربة الأولى ملهاش علاقة في النتائج اللي تترتب على التجربة الثانية أو الثالثة، يعني كل تجربة إلها observation لحال، نتائجها ما بتتأثر لا في التجربة اللي قبلها ولا في التجربة اللي بعدها. الشرط الثالث عشان استخدم البينوميال ديستريبيوشن انه يكون احتمال النجاح او احتمال الفشل في اجراء التجارب او المحاولات ثابت في كل مره. يعني مثلا لو عندي مثلا هنا في هذا المثال في عندي مثلا الكوين، انا بدي ارمي كوين، هلا انه تظهر كتابه او تظهر صوره، يعني هو هذا الشرط الاول، ما فيش عندي احتماليه ثالثه. الشرط الثاني إنه مستقلة، يعني نتائج التجربة الأولى ما بتتأثرش لما أرمي الكوين كمان مرة نتائج التجربة الثانية وهكذا. ثالث إشي إنه النتيجة في كل مرة أو الاحتمالية ظهور الكتابة في كل مرة هو ثابت، يعني في كل التجارب إنه احتمالية ظهور كتابة أو صورة في قطعة معدنية تكون القطعة المعدنية فير ما فيش فيها أي مشكلة، النسبة هي نص، يعني احتمالية ظهور الكتابة يساوي احتمالية ظهور الصورة، يعني الاحتمالية بتكون ثابتة في كل المرات. طيب من إيش بتتكون معادلة البينوميال دوت تيست؟ المعادلة هاي بتتكون من أربع arguments والأربع مطلوبين. الأرجيومنت الأول وهو عبارة عن النمبر، النمبر يعني كم عدد مرات النجاح أو عدد مرات نجاح النتيجة اللي أنا بدي، يعني مثلا في هذا المثال رمي الكوين بدي أعتبر أنه ظهور الكتابة هو النجاح. الترايالز هي عدد المحاولات اللي بدي أشتغل عليها. البروبابيليتي احتمالية ظهور الكتابة مثلا في هذا المثال. والكميوليتيف يا فولس يا ترو، إذا كنت بدي إياه تراكمي فهو ترو، إذا كنت بدي إياه فولس يعني مش تراكمي فهو نختار الفولس، رح نشتغل على الديفولت ونخليها على الفولس. طيب هلا كمان مره بدي اشرح المثال. المثال هذا هو عباره عن رمي قطعه معدنيه. نتائج رمي القطعه المعدنيه هي نتيجتين فقط، يا ظهور كتابه يا ظهور صوره. عدد مرات اللي انا بدي يعني عدد مرات ظهور الكتابه، يعني انا بدي أشوف مثلاً السبع مرات إيش احتماليتهم في الظهور لما أرمي الكوين مثلاً 10 مرات أو 12 مرة أو 20 مرة، يعني بحدد المحاولات. احتمالية إنه يظهر عندي كتابة زي ما حكينا في قطعة معدنية فير يا نص. طيب رح أجي هين أعمل المعادلة equal وباينوم، رح أختار الباينوم دوت تيست، رح أفتحها بالتاب. الآن حيطلب مني زي ما حكينا الأربع arguments. الأرجيومنت الأول هو عبارة عن النمبر، يعني كم من مرة بدي إياها تطلع كتابة. بدي أفحص ظهور الكتابة سبع مرات، أو راح أختار الخلية اللي هي عبارة عن البي 5. بعدك هحط فاصلة. للتريال عدد المحاولات 10 مرات. البروبابيليتي نص زي ما حكينا. والكميوليتف هخليها على الفولس. هسكر المعادلة وأعمل إنتر. إذن احتمالية ظهور كتابة سبع مرات عند رمي الكوين 10 مرات هي 11.7%. إلى هنا أعزائي المشاهدين بنكون انتهينا من شرح معادلة binomial dot test على برنامج الإكسل. بشوفكم في لقاء تاني. شكرا لكم.